بينضم إلينا أيضا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. برحب بحضرتك فندم. اهلا وسهلا فندم، صباح الخير. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي في معرض تعليقه على احدى جلسات المؤتمر قال ان مصر بتتحول لمركز ومحطه للطاقه، وكان لابد من تواجد شبكه كهرباء قويه وتوزيع قادره على استيعاب النقل للدول. يعني اهميه نقل الطاقه وايضا مدى صعوبه هذه الوسيله والتكلفه ايضا للدول الاخرى. طبعا مصر منذ تولي السيد الرئيس اولى اهتمام كبير جدا بتحسين البنيه التحتيه زي ما بنسميها كده الاسس الاقتصاديه، كان من اهمها طبعا الطاقه، كان كلنا نعلم جيدا ان في تحدي كبير امام الدوله المصريه بعد 2011 نعيد مقدرات الدوله ومقدرات للشعب المصري في تحسن مستويات، يعني بنسميها مستويات المدخلات للتصنيع وايضا للتشغيل، وكان على اولويات الرئيس الطاقه. الطاقه بكل اشكالها سواء الطاقه الكهربائيه او الغاز او البترول، وازاي يكون في تصور ورؤيه واضحه امام الدوله خلال السنوات اللي بيوليها الرئيس بكيفيه تكوين هذه المشروعات القوميه. السيد الرئيس لما اولى اهتمامه بتنفيذ الخطه كان على اولوياته اهم حاجه توفير احتياجات الناس من الطاقة الكهربائية، علشان كده أنشأ العديد من محطات الطاقة. وطبعا كلنا نعلم أن من أكبر محطات الطاقة في مصر والشرق الأوسط وتقريبا في إفريقيا المحطات اللي بنيت للشراكة مع الدولة الألمانية عن طريق شركة سيمنز، وده اللي احنا بنشوفه النهاردة في استعادة مصر لدورها الريادي في أن هي بتتواصل مع الدول وأشقائنا في الربط الكهربائي سواء مع الدول العربية أو مع الدول الإفريقية وصولا حتى لجنوب القارة الأوروبية. صحيح. الأمر الآخر كان لازم يكون في احتياجات من الغاز والبترول اللي هي تدعم محطات الطاقة الكهربائية اللي بتنشأ ويكون فيها توفير ودعم قوي جدا، علشان كده الحمد لله لما بقت مصر بتكتشف حقول الغاز وطبعا من أشهرهم حقل زهر اللي هو شرق المتوسط اللي احنا النهارده بنعتبر المركز الاقليمي والاهم في منطقه البحر المتوسط مع بعض من شركائنا من الوطن العربي وايضا شركائنا من الاتحاد الاوروبي، كان هو ده الداعم والمكمل الاساسي لمحطات الكهرباء. نعم. الامر الاخير اللي فخامه الرئيس النهارده بيتحدث مع اللي هم الشركاء الشركات بيتحدث معهم ان احنا يكونوا ازاي هم المنفذين والصوت الدبلوماسي والاقتصادي للعالم الخارجي لنقل الصورة بالضبط، لنقل ما تم تصحيحه في القارة الإفريقية بتعاون اقتصادي. يعني بيقول لهم بمنتهى البساطة انقلوا الصور لحكوماتكم لنتعاون اقتصاديا لحتى نحسن من قدرات القارة الإفريقية لرفع معدلات الاستخدام والتصنيع داخل القارة الإفريقية اللي هيكون ليه مردود عليكم بالانجازات وطبعا عوده الاموال بارباحها مره اخرى. دايما يا فندم الحديث ما بين الشركاء في عمليه البيزنس او الاستثمار بتسميها المنفعه اللي بتعود على الجانبين على الطرفين. بالاخص الجانب الاجنبي او الجانب الاوروبي او الامريكي او اي حد من المستثمرين الكبار او الشركات العالميه دايما ما بيرى في منظوره ما هي الاستفاده لدخوله في سوق زي السوق الافريقي. ففخامة الرئيس النهارده تحدث معه بمنتهى الصراحه، بقالكم عشرات السنين تاخذوا من القاره الافريقيه. صحيح. ولم يتحسن مستوى المواطن الافريقي، وايضا تركتم لنا زي ما بنسميه كده الفقر المضجع داخل القاره الافريقيه، يعني بمنتهى البساطه اخذتوا الثروات ولم يعود بالتصنيع ولا بالتشغيل ولا حتى بالصحه ولا حتى بالنفع بالعلم للمواطن الافريقي. فلازم ان تتغير السياسه العالميه عن طريق شركائنا من الشركات التي تستخدم الخامات والثروات داخل القاره الافريقيه بتحديث الصوره السياسيه لان يكون في شراكه. اعتقد الشراكه دي هي اللي ممكن تكون ناجحه، اللي ظهرت في ظل جائحه كورونا للاسف انكشف العالم الاقتصادي او العالم الكبير كله بان النهارده ليس لهم رؤيه في ان جائحه كورونا اثرت على الاوضاع الاقتصاديه كلها. اعتقد ده كان دول كبيره سقطت يا دكتور، يعني
طبعا النهارده حضرتك بنتحدث وامريكا عندها ازمه اقتصاديه طاحنه، بتطبع فلوس بالتريليونات بالعملات بالدولار، وللاسف ليس لها من ان هي قادره على اعاده الاوضاع الاقتصاديه مره اخرى. علشان كده لما بنسمع ان امريكا وصل التضخم فيها لاعلى مستوى من 40 سنه او 50 سنه هذا كلام مقبول. تعال النهارده نتحدث على اوروبا والازمه اللي فيها كثير من الاوضاع الاقتصاديه اللي اثرت على الاوضاع الصحيه. النهارده حضرتك بنتحدث العديد من الثورات بتقوم، للاسف الحكومات بقت بتستغل جائحه كورونا في عدم خلق فرص عمل، مش عارفه تشغل الناس تشغيل. يعني بذكر حضرتك هذه الازمات، هناك ما نراه على الشاشات من مظاهرات واعتراضات على ضد دولهم في اوروبا على سياسه الاحترازيه في الدول. وبعدين يا فندم معلش بيرجعوا يكلمونا تاني عن حقوق الانسان، فكيفيه انتوا النهارده بتسيبوهم او تتعاملوا معاهم بهذه الصوره، وان هم بيعترضوا على كيفيه عدم احكامكم للسياسه التوعويه. يعني هم يا فندم الحكومات في الدول الغربيه او الدول الاوروبيه لم تتعامل معهم بسياسه التوعيه الكامله للحفاظ على صحه المواطنين، بل بالعكس النهارده بتفرض عليهم السياسه. يعني انا بدي لحضرتك المثل البسيط، وبعدين يجي يتكلموا معانا اصل حقوق الانسان ما يشبه لذلك. احنا بقى بنكلمهم ان حقوق الانسان عندنا في الاولويه. نعم. ان احنا نعمل العمل والمجهود. نعم. طب دكتور اسمح لي يعني بذكر الحقوق، حقوق افريقيا يعني اضحت اقل قارات العالم تقدم بالفعل واكثرها في محدوديه الدخل والفقر والجهل، يعني كلها كلمات للسيد الرئيس اليوم والمطالبه بالتركيز على افريقيا. تقدير حضرتك لوضع افريقيا كاهميه على الطاوله دائما امام السيد الرئيس؟ خلينا نقول يا فندم ان طبعا اكيد كلكم حضراتكم تتذكروا ان فخامه الرئيس كان بيكون على راس الاتحاد الافريقي. نعم. منذ اكثر من سنتين. نعم. وكان دائما في المنصات العالميه وفي كل الرحلات الخارجيه بيتحدث ان ازاي يكون في شراكه مع العالم الخارجي وبالاخص مؤسسات التمويل لوضع افريقيا في الوضع اللي يليق بيها دون استغلال للثروات زي ما احنا بنتكلم. نعم. فخامة الرئيس ابدا العديد من المشروعات للربط الكهربائي في القاره الافريقيه ما بيننا وبين بعضنا البعض، منطقه التجاره الحره اللي فخامه الرئيس دايما بيولي لها اهتمام. اللي هي فعلا تمت الحمد لله تقريبا 45 دوله يا فندم وقعوا على ان تكون منطقه التجاره الحره جاهزه للاستخدام الافريقي. ان احنا كمان بنبحث مع المؤسسات العالميه ان ازاي تمول مشروعات ترفع من قدرات الانسان الافريقي ويكون في ربط. فخامه الرئيس اتحدث من اكثر من 3 أو 4 سنوات ان يكون في حتى ربط نهري ما بيننا وما بين دول حوض النيل. خلي بالنا في نقطه مهمه يا فندم، ان برضو اشقائنا في القاره الافريقيه ما زال نظرتهم قاصره على ان هم مش عايزين ينفتحوا افريقيا. بنسميها الصراعات اللي داخل القاره الافريقيه يعني بمنتهى البساطه. نعم. الصراع ده هو اللي احنا بنشوفه. اشقائنا في ليبيا النهارده بنتحدث معاهم عشان يتم ربط كهربائي ووسائل نقل، وازاي يكون نربطهم بالكهرباء، ده بيتطلب تكلفات ماليه والتدخلات السياسيه او الضغوط السياسيه. نعم. من العالم الخارجي على الدول الافريقيه. هي دي اللي بتسبب التقلبات في للاسف والصراعات والنزاعات دون النظر للاوضاع الاقتصاديه او السياسه الاستثماريه الصحيحه. اتفضلي دكتور مصطفى، يعني بتقدير حضرتك كيف تستطيع مصر بخبرتها الكبيره في المجالات المختلفه في صناعه الطاقه والبترول في مساعده والمساهمة وتحقيق الاستفادة لبقية دول القارة الإفريقية تحديدا؟ مصر يا فندم بتقوم بمجهود كبير جدا سواء على المستوى الدبلوماسي او سواء على المستوى السياسي بقيادة فخامة الرئيس بان يكون في لم الشمل لجميع اشقائنا لوضعهم في زي ما بنسميها كده. نعم. مصاف الدول اللي هي تحقق زيادة لمستوى ودائما لا نبخل يعني طبعا. وكلنا بنبذل مجهود كبير يا فندم على ان احنا نحقق مصالح القاره الافريقيه لانها بتعود علينا بالنفع. دول اشقائنا، دول اللي بنسميه الظهير الخلفي لنا، دول اللي مرتبطين معنا في البحر المتوسط والبحر الاحمر، دول اشقائنا ان احنا نقدر ان نستفيد باستفاده كبيره جدا بان هم يكون عندهم تنميه عمرانيه، دول اللي احنا بنستفيد منهم يا فندم حفاظا على ارواحهم اللي هم للاسف بيستغلوهم استغلال بالهجره غير الشرعيه. نعم. احنا كثيرا بنتحدث مع العالم ان احنا دون لنا مطلب الا حفاظ على اشقائنا في القاره الافريقيه.
السيد الرئيس دايما بيتكلم، وحتى النهارده هو بيتحدث، بصوا للقاره الافريقيه نظره غير النظرات السابقه، نظره غير الدول يا فندم الغربيه للاسف المستعمره ما زالت حتى وقتها الراهن هي دي نظرتها، ازاي تستعمر القاره الافريقيه استعمار لاخذ ثرواتها دون استثمار في الناس. عشان كده بتشوف يا فندم ان القاره الافريقيه اكثر القارات فقرا، رغم ان هي على النقيض الناحيه الثانيه اكثر القارات موارد غناء، بالضبط غناء بالشباب، 60% من القاره الافريقيه شباب، يعني نقدر والموارد والطبيعه شباب. يعني يا دكتور بالضبط والثروات، شوف يا فندم اذا سواء في البترول سواء في المنجنيز سواء في الفحم سواء في الذهب سواء في النهارده الثروات الطبيعيه المحاصيل الزراعيه الخيرات اللي ربنا اكرمنا بيها حتى الميه. علشان كده تلاقي النهارده الصراعات مع العالم الخارجي ازاي تقسمهم للقاره الافريقيه. واحنا بنقاوم، مصر بتقاوم مقاومه دبلوماسيه كبيره جدا لوضع افريقيا على مصاف القارات للاستثمار والاستفاده من المؤسسات العالميه، وان شاء الله هننجح في هذا الامر باذن الله. دكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك.